بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم إخوتي الأعزاء الكرام متابعي ومشاهدي قناة الأحجار الكريمة وعلوم متنوعة. ها نحن نلتقي مجددا بحمد الله وفضله في أحضان الطبيعة في هذه المناطق الرائعة. في هذا الفيديو سأخذكم للبحث عن الأحجار الجميلة على شطآن هذه المضائق البحرية والمناطق الصخرية المحيطة بها. رافقوني لعلنا نجد ما فيه المتعة والفائدة لنا ولكم. على هذا الشاطئ الجميل ذي المياه الرقراقة كما تشاهدون من الواضح الأحجار واضحة جدا، بدأنا نجد أحجارا من الكوارتز الكالسيدوني، وأيضا يوجد أحجار من الجاسبر وغيرها من الأحجار. سأحاول الآن البحث عن أحجار شفافة أو ملونة وشفافة لعلنا نجد البعض منها. هنا لدي حجر من الجاسبر بألوان الأصفر والأخضر. مثل هذه الأحجار يمكن صقلها، طبعا لا قيمة كبيرة لها، لكن يمكن أن تظهر بها بعض الألوان الجميلة بعد الصقل. حجر أبيض من العقيق الكالسيدوني الأبيض، شاهدوا معي. مثل هذه يمكن صقلها أيضا، لكن تباع بأسعار زهيدة ومن الصعب تسويقها، لذلك لن أحتفظ به، لكن شاهدوا معي كالسيدوني أبيض. طبعا هذا يسمى نفوذ للضوء وليس شفاف، لا يمكن الرؤية من خلاله. حجر جميل من الفيلدسبار الوردي اللون، شاهدوا معي. مثل هذا أيضا ممكن صقله، نفوذ للضوء ليس شفاف، لكن من الصعب أيضا تسويقه، لذلك لن أحتفظ به. الشباب وجدوا هذا الحجر الجميل، شاهدوا معي أخوتي الكرام، حجر بألوان البرتقالي المائل للحمرة في خطوط سوداء. حجر جميل، طبعا نفوذ للضوء ليس شفاف، شفافيته ليست عالية. طبعا هذا حجر عقيق كما تشاهدون، حجر عقيق كارنيلي جميل جدا. سأحتفظ بهذا الحجر وأقوم بصقله. الآن الشباب متحمسون جدا بعد أن وجدنا هذا الحجر الجميل. نتابع سيرنا في هذه المناطق الساحلية والصخرية. مع سيرنا في هذه المرتفعات الجبلية وصلت إلى هذه المنطقة كما تشاهدون، فيها مقالع حجرية قديمة وفيها انهيارات حجرية. في هذه الانهيارات بحثت قليلا، وجدت أحجارا من الحديد. هذا حجر من أكسيد الحديد كما تشاهدون، واضح اللون الأحمر لهذا الحجر، حجر من أكاسيد الحديد. أيضا وجدنا هذا الحجر الجميل، شاهدوا معي، حجر منصهر جزئيا وأعاد تبلوره، يحتوي على معدن النحاس، شاهدوا اللمعة الزرقاء مختلط مع معدن الحديد. شاهدوا معي إخوتي الكرام، تركيبة جميلة من معادن النحاس والحديد كما تشاهدون. سوف نكثف بحثنا في هذه الأحجار أو الترسبات. هنا وجدنا حجرا من عقيق أصفر كما تشاهدون هنا. هناك فرصة لإيجاد أحجار من الأوبال، وجدت أحجارا من أوبال منخفض النوعية، لذلك سأركز بحثي في هذا المكان لعلنا نجد أحجارا جميلة. بمتابعة البحث في هذه الترسبات الحجرية وجدنا أحجارا، هذا حجر من الجاسبر كما تشاهدون مختلط مع الكالسيدوني، هذه الألوان الحمراء نتيجة وجود أكاسيد الحديد. شاهدوا معي إخوتي الكرام، ممكن صقل مثل هذه الأحجار. وأيضا هذا حجر جاسبر مختلط الألوان، ممكن صقله، ممكن أن تظهر به بعض الأشكال. هنا لدينا بلورة صغيرة مختلطة مع الجاسبر، أعتقد أنها من الكالسيدوني كما تشاهدون. وأيضا هذا الحجر المدور، حقيقة سأحتفظ به لأنه ثقيل، سأخذه معي إلى المنزل وأقوم بحساب كثافته. ربما يوجد تحت هذه الطبقة البنية طبقات من عقيق جميل أو غيره،
لا أعرف، يجب قصه بمنشار قص بديسك قص الأحجار ومشاهدة ما يحويه من تشكيلات. احتفظوا بمثل هذه الأحجار إذا وجدتموها، وقوموا بقصها بديسك لقص الأحجار. ينبغي أخذ الحذر عند قصها، لأن هذه الأحجار يمكن أن تتطاير منها شظايا. نتابع سيرنا وبحثنا في هذه الترسبات الحجرية. حجر سوداء كما تشاهدون، هذا حجر من الجرافيت، وهو عبارة عن فحم قديم متحجر، هو هش يتكسر يمكن أن ينخدش بسكين، قساوته ليست عالية. هنا وجدنا هذا الحجر الجميل، حجر من النفريت جاد. شاهدوا معي تداخلات الألوان الجميلة لهذا الحجر. مثل هذا ممكن صقله، هو ليس نفوذ للضوء لكن يمكن أن يظهر بشكل جميل، لذلك سأحتفظ به. طبعا ليس له قيمة عالية مثل هذا الحجر، بعد الصقل حوالي 10 دولارات أو 15 دولارا للقطعة. حجر من النفريت جاد. شاهدوا معنا هذا الحجر الأخضر الجميل، حجر من الملاكايت، وجده الشباب، حجر جميل ورائع. طبعا هذا الحجر يتكون من النحاس، معدن النحاس مختلط مع السيليكا، حجر ملاكايت جميل فيه بعض الأزورايت. طبعا هذه المنطقة كما صورت لكم غنية بمعدن الحديد، مثل هذا حجر حديدي، أحجار حديدية منتشرة. كما يوجد على بعض الأحجار ترسبات من معدن النحاس. شاهدوا معي إخوتي الكرام، تساقط من الترسبات في الآلة حجر جميل ورائع من أحجار الملاكايت. حقيقة هو ملاكايت مختلط مع بعض الأزورايت. هنا شاهدوا الملاكايت هو بلون أخضر جميل. هذا الحجر الذي تشاهدونه خفيف، هذا حجر أوبال أبيض، طبعا هذا منخفض النوعية. يوجد من أحجار الأوبال ما يكون بألوان الأبيض أو الأزرق أو الأخضر أو الأصفر أو البني، هذا أوبال أبيض وزنه خفيف. مثل هذا الأوبال قساوته من 5.5 إلى 6.5، كثافته من 1.9 لغاية 2.45 تقريبا، أو 2.4 تقريبا. لذلك هنا فرصة لإيجاد أحجار أخرى جميلة، سأتابع بحثي ونركز في هذه الترسبات. بمتابعة البحث في الترسبات الحجرية وجدنا هذا الحجر الجميل. طبعا الكثير من الإخوة متابعي ومشاهدي القناة يرسل لي صورا لمثل هذه الأحجار، وهي عبارة عن كالسيدوني، حجر من الكالسيدوني. ممكن أن يتشكل الكالسيدوني بهذه الأشكال الدائرية التي تشاهدونها. شاهدوا معي إخوتي الكرام، حجر جميل من أنواع الكالسيدوني، من الجيد أنه عثرنا عليه، وذلك حتى يراه الكثير من الإخوة متابعي ومشاهدي القناة ليعرفوا أن هذه الأحجار هي أحجار كالسيدوني. طبعا يمكن أن تكون الحبيبات أخشن من ذلك قليلا في بعض الحالات. سأحاول الآن خدش هذا الحجر باستخدام المفتاح. كما تشاهدون لا يوجد أي أثر للخدش، وذلك لأن الكالسيدوني أكثر قساوة من معدن المفتاح الحديد. قساوة الكالسيدوني من 6.5 إلى 7، في حين أن قساوة الحديد 5.5 على مقياس موس. تابع بحثنا في هذه الترسبات الحجرية. حجر آخر من الأوبال الأصفر منخفض النوعية، سنتابع بحثنا في هذه الترسبات الحجرية لعلنا نجد أحجارا جميلة. الكثير والكثير من الترسبات الحجرية. شاهدوا معي إخوتي الكرام ما وجدته في هذه الترسبات، بلورة جميلة من الكوارت. طبعا هي متكسرة، جزء من بلورة
مثل هذه البلورات تتشكل في جيوب في التربة وفي الصخور الهشة المتكسرة، لكن هذه التربة التي تشاهدون هي تربة رسوبية كانت قعرا لنهر قديم، فلا بد أن هذه البلورة قد تكسرت وألقيت في هذه التربة الرسوبية، وبعد الحفر والردم وتساقط الأمطار انكشفت لنا هذه البلورة الجميلة من الكوارتز بلون أصفر ليموني. شاهدوا معي هنا ما وجدته، حجر من الكالسيدوني، كالسيدوني أصفر طبعا، مثل هذا شفافيته قليلة لذلك لا قيمة له، لن أحتفظ به. نتابع بحثنا في هذه الترسبات الحجرية. تكثر أحجار الكالسيدوني في هذا المكان، أحجار فيلدسبار. هنا لدينا أيضا كسرة من الكالسيدوني، شاهدوا اللمعة الحبيبية، طبعا هذا كالسيدوني لا يغشنكم هذه اللمعة الحبيبية. هنا وجدنا هذا الحجر الأخضر، هو حجر من الأوليفين لكنه منخفض النوعية كما تشاهدون، ليس شفاف، حجر يحوي على معدن النحاس الذي يعطيه هذا اللون الأخضر الجميل. ما زلنا نتابع البحث. هنا نجد أحجارا من الحديد، شاهدوا معي إخوتي الكرام، فيها تشكيلات أيضا من معدن النحاس تعطي هذه الألوان القرمزية المائلة للخضرة. في نهاية هذا الفيديو أتمنى أن يكون الفيديو قد حاز على إعجابكم، إلى أن نلتقي في فيديو قادم بإذن الله عز وجل، أتمنى لكم الخير والصحة والعافية والرزق الحلال الطيب المبارك. بأمان الله وحفظه أستودعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.